تغذية الأبقار الحلوب لازم تكون مدروسة مليح، متنوعة ومتوازنة. العليقة مهمة برشا وتدخل بنسبة كبيرة في تركيبة الوجبات الغذائية اللي نعطيوها للأبقار، وهي تخلي الأبقار الحلوب في صحة جيدة وتعطينا حليب ذو جودة. العليقة يتعطى معها العلف المركز الكونسنتري بكميات مدروسة باش ينفع وما يضرش ويتحسن الإنتاج. لهذا على المربي معرفة أنواع الأعلاف وموارد الأعلاف البديلة الموجودة في الجهة متاعو وخصائصها الغذائية، ويراقب موسمية الأعلاف باش يغذي بقرته على قاعدة صحيحة. على المربي أن يحسب إيش لازمه من ماكلة لبقرته على العام كامل، ولذا من الأحسن يلزمه يبرمج إيش يزرع، واللي ينقصه يشريه في وقته يتكلف له أقل. وزاد على المربي معرفة الطرق الصحيحة لتخزين الأعلاف باش ما تفسدلوش وتحافظ على الجودة متاحة وقيمتها الغذائية، وبالتالي يضمن تغذية سليمة ومتكاملة لبقراتو. نحب نأكد برشا على العليقة، عليقة المقدمة للأبقار يلزمها تكون متوازنة من حيث الطاقة ومن حيث البروتينات، وهذا يجرنا لنوعية الأعلاف المقدمة. نحن نقدم لونسيلاج ونقدم القرد والأعلاف الخضراء والعلف المركز الكونسنتري. هذه العليقة معناها توفر لنا الحاجيات الجسدية للبقرة وتحافظ على السلامة متاعها، خاصة في فترة الحمل متاعها. نجم بالعليقة ذيك راسيون دو باز نجم نوصل حتى 12 لتر ونص من الحليب. أمام تطور ارتفاع أسعار العلف المركز الكونسنتري، باش على الأقل نضمنوا معناها حد أدنى من التكلفة، خاطر الكونسنتري من ناحية أولى هو مرتفع التكلفة، ومن ناحية ثانية إذا كان كثروا من الكونسنتري نجم تقع أضرار على البقرة الحلوب، خاصة على أضرار على مستوى الجهاز الهضمي وعلى مستوى الخصوبة وما أدرك ما الخصوبة. من قبل البذر لازم تتم حراسة عميقة باش نضمنوا إليد سومونس باهية للبذور نتاعنا. لازم نعطيه حوالي 30 طن غبار في الهكتار للزراعات العلفية نتاعنا. زاد الأسمدة لازم نوفروا الأسمدة، الفوسفور، الأمونيتر لازم نوفروه بكميات على مراحل. احنا البرسم والفصة هم يجيبون المواد الأزوتية ما يستحقوش، لكن لازم نعطوهم الفوسفور قبل البذر. كذلك نحب نأكد برش على أهمية الري، باش يتم البذر ويكون بصفة متوازنة يلزم الماء من الأول، نعملوا إن بري إريغاسيون باش نضمنوا نبات تكون معناها تم فرد وقت. كذلك نتابعوا المراحل نتاع نمو الأعلاف نتاعنا في كل فترة، معناها من ناحية الأسمدة وقت نحشوا مثلا الريغرا المنجور يلزمنا نعطيه شوية معناها مواد أزوتية باش نضمنوا القصة الثانية نتاع الحشيش تتم في وقت وجيز. لونسيلاج يلزم يكون ذو نوعية جيدة، الحشاد نتاعو يلزم يتم في الإبان، ما يلزموش يشيح، يلزم وقت يتقص ويتحط باش يتخزن، ما يلزموش يطول برشا باش الحفرة نتاع لونسيلاج تتغطى، ما يلزمش تفوت نهارين من زمان، التصمون يلزم يكون معمول على قاعدة باش نقدموا نوعية جيدة من الأعلاف للأبقار. نفس الشيء بالنسبة للقرد، ما يلزمناش نتجاوزوا الحد المسموح به باش نقصوا القرد، لازم يتم في فتره معناها مازالت محافظه على الاخضرار نتاعها، والصطاد نتاع السبوله لازم يكون معناها في الصطاد باتو، نجم نحكم عليه الانسيلاج من الريحه نتاعو، اذا كان ريحه خايبه راهو هذاك انسيلاج ماهوش دو كاليتي، اذا كان الكولير نتاعو تبدل ولا اكحل زاد كيف راهو الانسيلاج ماهوش دو كاليتي، هذا كل لازم يحافظ عليه الفلاح باش يضمن جوده عاليه نتاع الاعلاف نتاعو. نحكوا على البريود كريتيك اللي عندنا في العليقه الاساسيه للابقار الحلوب اللي هي بريود سبتمبر حتى نص نوفمبر ومن ماي حتى نص جوان. هذو نستعملوا فيهم اللي مش موجود عندنا الحشيش، نولوا نستعملوا لونسيلاج. لونسيلاج يكون دو بون كاليتي اللي هو كولور فيرداتر مستخضر واودور والريحه كيما ريحه الفينيغر. حشوا الاعلاف دو بيتي بران قطع صغيرة ونغلفوهم بالباش بلاستيك باش يحافظ يعمل فرمنتاسيون تخمير انيروبيك تاع
تخزين القرط يكون في مخزن مهوي في الهواء يخرج الهواء وبعيد عن المطر عالي اون بونت في منحدر 2% 3% عندنا أعلاف شتوية وأعلاف صيفية. الأعلاف الشتوية اللي نزرعوها البرسيم الريقراع هذا نزرعوهم في من أود سبتمبر يتزرعوا ونحصدهم في نوفمبر الكنزة الثانية تاع نوفمبر. برسم الريقراع نسهلكم في بريود الشتاء حتى 15 ماي. وعندنا الأعلاف الصيفية اللي هي الفصة يتزرع في مارس يا في سبتمبر. فلاح اللي ما عندهش المقدرة باش يزرع وباش يشري القرط يستعمل السوبرودوي اللي هم الجرينيون دوليف البيلب دو بيتراف والبيلب دو تومات والبايتريتي هذم ينجم يستعملهم بكميات محدودة ومدروسة ويعطيهم في البريود اللي ما عندهش فيها أعلاف.